خلال زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة واجتماعها مع عدد من المسؤولين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدت سعادة السيدة نواف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل الحرص المستمر على تطوير بيئة العمل في مملكة البحرين وفق أسس قانونية تضمن حقوق جميع أطراف العمل. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل سادة نوف. بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع البحرين تبذل جهود كبيرة لتطوير الإجراءات وأيضا الأنظمة التي تسهم في تعزيز بيئة العمل، بالإضافة إلى وجود حرص على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال. سيدة نوف، إلى ماذا تتطلع المملكة من هذه الجهود؟ بداية أحب أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا، وطبعا مثل ما ذكرتها مملكة البحرين حريصة على بناء بيئة عمل قوية تتميز بالعدالة والاستقرار وتضمن حقوق جميع أطراف العمل بدون أي تمييز. وعملنا خلال عدة سنوات على تطوير بيئة العمل من خلال العديد من المبادرات والسياسات، واستفدنا من تجارب الدول الأخرى وتطبيق اللي يتناسب من تجاربهم مع طبيعة وخصوصية سوق العمل البحريني. وتمكنت المملكة ولله الحمد من تحقيق نقلة نوعية تدريجية يشار لها في مختلف التقارير الدولية باعتبارها نموذج ناجح ورائد يستحق التعميم على الدول الأخرى. والنقطة المهمة اللي ودي أشير لها أن سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية متسارعة ومتغيرة، وأيضا كجزء من تعاوننا الدولي كانت عندنا لقاءات بمسؤولين أمريكيين في مختلف المؤسسات الحكومية، وطبعا يعني كانت على كم يوم للاطلاع على جهودهم وتجاربهم والاستفادة منها في عدد من المجالات، وأيضا ننقل جهودنا في هذا المجال. وطبعا بالإضافة إلى ذلك احنا مستمرين في نقل تجربتنا في البحرين للمجتمع الدولي للاستفادة منها، وخصوصا ما يتعلق بنظام حماية الأجور، نظام التأمين الاختياري على الأعمال المنزلية، مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب نظام تسجيل العمالة اللي تم إطلاقه مؤخرا. نعم سيدة نوف، خلال زيارتكم إلى الولايات المتحدة باعتقادك إلى أي مدى يمكنكم قياس نجاح البحرين في كسب الثقة الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحفظ حقوق أطراف العمل؟ طبعا بفضل من الله النجاح اللي حققته مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص يأتي نتيجة حرصها على حماية حقوق الإنسان وصون الحقوق بدون تمييز، وكسبنا ثقة واحترام دولي بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤى جلالته الحكيمة، وبمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه. كما لمسنا خلال زيارتنا مستوى التقدير للجهود اللي تبذلها المملكة، وعلى وجه الخصوص الجهود الاستباقية المتمثلة في توعية العمال من وصولهم للمملكة واستمرارها طول فترة بقاء العامل في البلاد، بالإضافة لأصحاب الأعمال وتعريفهم ببعض الممارسات التي ربما لا يكونون على دراية كافية بكونها مخالفة. وأيضا بالإضافة للجهود الحكومية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني اللي تجعل من ثقافة احترام حقوق جميع الأطراف سلوك مجتمعي دائم. ومن الأمور المهمة اللي لمسنا التقدير لها ولدورها هو مركز حماية ودعم العمال الوافدة، الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية اللي يقدمها، بالإضافة لإيواء الضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص. نعم، إذا السيدة نوف جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.